السلام عليكم. مدرب المنتخب الجزائري يعزي في وفاة الطفل ريان، ألمنا كبير لكنه لن يعادل أبدا ألم والديه وأقاربه. بعت جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم برسالة عزاء مؤثرة إلى أسرة الطفل المغربي ريان الذي هزت وفاته إثر سقوطه في بئر مشاعر الملايين. وأعرب بالماضي في رسالته عن تعازيه لوالدي الطفل ريان مشددا بقوله: ألمنا كبير لكنه لن يعادل أبدا ألم والدي ريان وأقاربه. وقال مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم: مثل كل الآباء هزنا خبر وفاة الطفل ريان، مختتما رسالة التعزية بقوله: أتقدم بخالص التعازي لوالدي ريان وأتضرع لله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. وكان الطفل ريان البالغ من العمر 5 أعوام قد فارق الحياة بعدما سقط في بئر يصل عمقه إلى 60 مترا وعلق في منتصفه لمدة 5 أيام، فيما تابعت الملايين في العالم محنته عبر وسائل الإعلام التي سلطت أضواءها لأيام على قرية أجران بإقليم شفشاون بشمالي المغرب حيث جرت المأساة. كما عبر مدرب المنتخب الوطني وحيد خليل زيتش عن حزنه لوفاة الطفل ريان، ونشر خليل زيتش صباح يوم الأحد صورة للطفل ريان على صفحته بموقع انستغرام، أبدى من خلالها حزنه الشديد على وفاة الطفل ومتمنيا له الرحمة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد.